المنصورة شارع الأمورية خاص بثقافة المنصورة، وهذا مقر الغرفة التجارية المنصورة. هذا مبنى الشاهد، كما ذكرنا هذا هو مبنى الغرفة التجارية، وكان مفترض أن يقتصر المبنى على طابقين فقط، لكن محافظ الدقهلية أيامها رأى الاستفادة الكاملة من هذا المرفق، فقرر أن يرتفع المبنى 20 طابقا وأن يضم 85 شقة وفندقا سياحيا من الدرجة الأولى لسد العجز في هذه النوعية من الفنادق. مرة أخرى هذا هو مبنى البورصة التجارية في المنصورة، ويقال إن تكاليف هذا المبنى يومها كانت نصف مليون جنيه. الغرفة التجارية بالمنصورة.